محافظة تعز رغم الظروف ورغم تلك المحن التي يعانيها نتيجة الحرب، فهي بدورها تحاول أن ترسل رسالة مفادها أن الحرب لن يقف حجرة أثرة في طريقنا، فنحن سنضع من تلك الأحجار التي تتساقط أمامنا دوما وسنبني به سلما نرتقي به إلى الفضاء. هكذا هم أبناء تعز، هكذا هم بأسماء المقاومة، هكذا هم من يحاولون إرسال الرسائل الكثيرة بكلمات متواضعة عنوانها رياضة تجمعنا. رغم الحرب والحصار والإهمال التي تعاني مدينة تعز، إلا أنها ما زالت تحافظ على موروثها الثقافي والرياضي والشعبي رغم كل ما تعانيه. اليوم أصوات المرافع تسكت أصوات المدافع، مدافع الميليشيا على بعد أمتار من المنطقة، إلا أن اليوم أصوات المرافع، أصوات الفرح، أصوات السلام تسكت هذه الأصوات، أصوات القصف والدمار والحرب.